متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم هنا من مدينة الحسيمة. احنا الآن في المرسى ديال مدينة الحسيمة، إذا كما كتشوفوا الأجواء رائعة وجميلة طبعا هنا داخل المرسى هذه. يعني بعد واحد 3 أيام أو 4 أيام البحار ما خرجوش بسبب الريح، طبعا بسبب الريح. إذا كما كتشوفوا الناس كان واحد الرواج، كان واحد الاقبال طبعا على الناس اللي كيبيعوا الحوت طبعا. اذا كما كتشوفوا الاجواء جميله ورائعه هنا داخل المرسى هذه. اذا كما كتشوفوا اذا اجواء الناس اللي كيبيعوا الحوت. إذا كما تشوفوا السلام عليكم، كاين شي حوت؟ كاين الحوت مزيان، كاين فوق سيدنا الله ينصرو. فرحانين الزيارة الملكية ديال سيدنا، مرحبا بي، الله يطول له في عمره، بارك الله فيكم. بالنسبه للحمد لله في هذه الايام هذه كنا كنشوفوا كان واحد الريح طبعا، وكان الريح كانوا البنكوات واقفين شويه هذيك، دابا مزيان شويه، دابا مع الزياره الملكيه، الزياره الملكيه وهذيك بدات شويه الحركه وهذيك الحمد لله. الحمد لله. بالنسبه للاثمنه، الاثمنه كان شي رخاء، كان شي رخاء على الاثمنه؟ شو الاثمنه مناسبه، شحال داير الكروفيت؟ دابا الكروفيت دار 80 درهم. اوه هذا دار 50 درهم. شحال كان كيعمل هذا في رمضان؟ هذا كان كيعمل 100 درهم 90 درهم، دابا تخفض الاثمنه شويه. ياك؟ اه. وسالمونيتي؟ سالمونيتي كيدير 80 درهم. 80 درهم؟ اه الميرنا 80 درهم، الكراميل 100 درهم. دابا انت دائما هنا في المرسى دابا؟ دائما لا بالليل كنشوف كلاب الليل لا بالنهار، انت راك هنايا يعني ما كان شي بلاصه اخرى. لا لا والو، صلي غير هنايا في المرسى. ياك دابا بالنسبه لسميتو الحمد لله دابا كاين اقبال بسبب الزياره الملكيه ومجيء سيدنا الحمد لله. سيدنا هذيك الحمد لله. الحمد لله. الله يخلي سيدنا. امين يا رب. امين يا رب. امين. وبالنسبه لهذا سميتو هذا؟ البواشو. شارغو، فين هو شارغو؟ شارغو ها هو. شارغو شحال دار شارغو؟ شارغو دار 80 درهم. 80 درهم. الصول عدد الحسيمة الصول. هذا 120 درهم، هذا الحسيمة. شحال عامله؟ كيدير 60 درهم. كونجيلاتور. 60 درهم. 60 درهم هي ديال الكونجيلاتور هذا ديال العرايش ولا ديال الحسيمة؟ ديال برا كيجي من الصحراء من اكادير. يعني ديال الحسيمة غالي شوية. ديال الحسيمة غالي شوية. 48. كنتمنى ان شاء الله سبحانه وتعالى يهدي علينا هذا الوباء هذا وترجع الامور كيف ما كانت الحمد لله. جميع المغاربة وجميع الدول. ان شاء الله. جميع المدن كتعاني. نعم. جميع المدن كتعاني حاليا من الضغط الاقتصادي اللي كتشهدوا هذه الجائحة هذه. لان انت كتشوف هذه واش كتبان لك هذه الحسيمه، راه ماشي هذه الحسيمه، هذه راه منطقه سياحيه. ولكن الحمد لله بعد ما جاء المجيء ديال سيدنا ان شاء الله يمكن يعطينا فاس المنطقه وترجع لها الروح والحيويه ديالها ان شاء الله بحول الله. كنتمناو مع الزياره الملكيه خاصه ترخم شويه. الناس فرحانين بالزياره الملكيه، راك شفتوا شنو كتبغي تقول لسيدنا؟ كنقول له الله يشافيه والله يطوله في العمر ويخليه بركه الناس كاملين والمنطقة كاملة إن شاء الله وجميع المغاربة. نتمناو له الشفاء إن شاء الله العاجل، نتمناو له الصحة والعافية، ونتمناو من الله يزاد وباء على المغرب كامل وعلى المغاربة كاملين. وعاش الملك وعاش الشعب وعاش كل شيء. بارك الله فيك. بارك الله فيك. انا غادي نشوف واحد هادي نشوف هو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. فين انا غروخ اسمك؟ شحال داير سيرمونيتي؟
قالوا شي قال 80 درهم 80 درهم 80 درهم 70 درهم الحمد لله. كيفاش دابا كاين شي حركيه بعد الزياره الملكيه؟ الحمد لله كيف جا التحرك والبركه رب العالمين الحمد لله. كيف مقارنه مع الاعوام اللي فاتت ماشي مع هذا الزمن ديال كورونا راه ما خلات الواحد فين غادي ياك طبيعه. ولكن الحمد لله دابا يعني فاش ما بقاش يعني الناس كيدخلوا طبعا من المناطق اللي هي ما يعني من الناظور كيجيو، ولكن الحمد لله ماشي بحال الاول في هذوك الايام الاولى ديال الحجر الصحي. دابا كاينه شويه ديال الحركه ياك شويه، والناس اللي كيجيو كيديروا لي بافيت ديالهم يعني محترمين. يعني فوقاش كيكون الرواج هنا بزاف؟ واش بالليل ولا فوقاش يعني الحركه فوقاش كتبدا؟ لا يعني كل مره كيكون الحال، مره في الليل مره في النهار مره يعني مره في الليل. وبالنسبه للانواع ديال الحوت انايا ديال الحسيمه هادو؟ لا ماشي كلشي ديال الحسيمه كاين، ولكن اغلبيه اغلبيه ديال الحسيمه. اغلبيه تورينا ممكن ديال الحسيمه فينا؟ قولوا لي ديال الحسيمه هذاك شحال عامل هذاك؟ هذا عامل 100 درهم. اه عندي واحد الماركه اخرى كيجي من كرون بيش تابع ديال كرون بيش. وهذاك شحال عامل هذاك؟ شروح ميرنا. ميرنا عامله 50 درهم. 50 درهم شكرا بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. لاباس عليك؟ بخير. شي رواج كاين شي حركيه؟ هذا العام ان شاء الله شويه، العام اللي داز كان مزيان، ولكن هذا العام مع كورونا شويه صار الناس قلال. ياكم مع الزياره ديال الزياره الملكيه عاد كثروا شويه الحركه مع الزياره الملكيه لسيدنا وقدوم سيدنا. الحمد لله كنشوفوا كل شيء فرحان. ماشي مرحبا بك كل شيء ديالك. شكرا شكرا شكرا. شحال داير السيرمونيتي؟ السيرمونيتي 60 درهم الصول 80 درهم. حنا دابا كنخلطوا فريتور كي كنديروا العامه، كيجيو الناس برا كيشوا 20 درهم كيلو، كنخلطوا له فريتور مخلط 80 درهم. دابا اللي بغى مثلا قال لك باغي 100 درهم مخلطه كتعملها؟ 100 درهم عملوا له كيلو مخلطه، 100 درهم كيلو كاين فيها الروج ديال الكالامار فيها الكامبا فيها يعني الروجي. بنادم ياكل 100 درهم يعني كتخلط له ثلاثه د الناس ياكلوا حتى اربعه د الناس. شحال فيها 100 درهم؟ شحال فيها هذه مخلطه؟ جوج د الناس واحد؟ فاريتي مع كيلو فاريتي كل حسن يعني كيخرج للبحر. سي حسن شنو هذاك؟ سي حسن شحال عامل هذاك؟ كيفاش بدا سي حسن؟ شوف شحال عامل هذاك سي حسن؟ هذاك يخرج برا كامل. اه هذا بحري يعني كيخرج على برا. سي حسن كيخرج برا روح ايطاليا ياك؟ عاود ورينا اخي حسن. شوف الله يحفظك اخي حسن. بارك الله فيك. ولكن ياك شحال كان كيعمل في الاول؟ كيعمل 100 درهم 120 درهم. دابا هو 30 35 درهم. ياك اسيدي انا بغيت نقول لك واحد القضيه. انا عرفت عندنا واحد السيد قايد هنا ديال المرسال الله يعمر راسه، عند السي عبد الملك هو اللي عندنا في المرسال راه ياك هو اللي مزير راه المرسال وهذا الشيء. ها هو والله العظيم اللي يعمر راسه على الاصل الطيب ديال المرسال. ها المرسال هو اللي مزينه مع الدير البوستو وكل شيء يكون على الماء. ابنتو امين اش بدك تجي لي جني تجي لي جني تجوج ياك تسمعني تشاني العالمي كمل يتسبع المغرب يكمل العالمي زيت يدخل سور صحراء. شنو قلتي؟ نعم العالم كيجي تصور يتسوق مع الدنانة طالب الحسين العريش السلاس الصخيرة المحمدية. والحركة فوقاش كتكون بزاف هنا؟ واش بالليل ولا بالنهار؟ الحركة كتكون أكثرية بالنهار. في الليل كيكون شوية الحال مع الناس كيمشيو الشرطة يمشيو تساراو، الحركة أكثرية الناس كيجيو يتغداو هنا كيتسحروا كيجيو يتغداو. وفي العشاء حتى بالليل كنشوفوا في العشاء قليل شوية وصافي كيهودوا غير الريافة وصافي العشاء كيهودوا غير الناس بالمنطقة وصافي ياك في العشاء. الناس ما في خبارهمش الدنيا كاينة هنا العشاء، ولكن من الصيف اللي داز العشاء كانت التجارة مع الغدا ومع العشاء مع الغدا ومع العشاء. بارك الله فيك شكرا. كنتمنى من الله يدي علينا هذا الوباء هذا باش ترجع الامور. كيف بغيتي تاكل الحوت هنا معنا فاطل؟ بارك الله فيك شكرا الله يحفظك. مولاي حماس هذا كامل. السلام عليكم. شي حوت ولا؟ ديما هذا الحوت هذا الحسيمه باينه هذا غاد الحسيمه. الحسيمه هكا الحسيمه هو كاين كواش كاين كروشي. ها هي الصغيرة. ايوا مراخو سميت هذا سميتو هذا سميتو مراخو مراخو هذا مراخو فيلي
ايستيك ما كاينش. اشكم دابا فرحانين ملي كان هذا الريح هذا ما كان كيخرج حتى واحد وقيلا ما كيخرج حتى واحد يعني فاش تكون الشمس مزيان كيودوا الناس للبحر كيجيو للناس دابا البركويت كيخرجوا دابا الحمد لله كيخرجوا الحمد لله الفك موجود مع الزياره الملكيه الحمد لله مع الزياره الملكيه والناس عامره كيودوا الناس ايوا الحمد لله وداد الحد الحسي ما كياك ودا شحال داير هذا الكروفيت هذا الكروفيت داير 120 درهم صافي 120 درهم وشارغو شارغو كيدير 70 درهم صافي شحال عام شحال شارغو 70 درهم شارغو سارمونيتي شحال هذا سارمونيتي 70 درهم الصادق انا هنا ها هذا شحال قلتي هذا عامل هذا هذاك عامل 60 درهم كروشه تسمي كان كل يوم كلش الصيف هذا الله 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 رمضان الله 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 وهذا قلت شحال هذا هذا لا هذا كلالوت كلالوت رابي كلالوت الحسيمة طاجين هذاك كيمشي للطاجين كيمشي للجرين من بافي هذا سميت له الزيدايف بالهولندي شي طاجين سميت هو سميت زيدايف زيدايف زي دايما كيقولوا له الشيطان ذو الحظ يعني بالهولنديه بالهولنديه باش كيسيد هو كيسيد بهادو كيطلعهم هكا كيشري راسو في التراب منين كتجي الحوت عند هذا كتمشي كيحل دابا هذوك شنو هذاك هذا اللي هنايا باش كيسيد الحوت ديالو كيسيد بهم هادو باش ياكل كيطلعهم هكا هو كيخشي راسو في التراب كيحرك هادو هكا كتجي حوت يسحب له شي حاجه ياكلها كيف ياك سيدي اسيدي كنشكروك كنشكروكم بزاف وكنتمنوا من الله يدي علينا هذا الوباء هذا وترجع الامور كيف ما كانت من قبل ان شاء الله الله يحفظك هاي احمد وقف قدام هذا الحاج هذا السي احمد هذا حاجه كيعرف الحب بارك الله فيك خديتي شي حوت انت ولا والو ياك يا شيخ دا مجموعه واش انت كاين هنايا ساعه لا من الاقليم من تقريبا مره كل عام من الاقليم ولكن ود الاقليم وكيفاش جاتك هذه الاجواء هذا العام هذه مع هذه كورونا هذه الاجواء شغنقول لك راه كانت بعيني كانت شويه قاويه والاقتصاد راه قايه اللي يعرف هذا الشيء كامل هو المواطن كنعانيو في الترونسبور ولكن شفت البحاره فرحانين دابا مع قدوم الزياره الملكيه سيدنا و كان هذا الشيء على الجيران ديالنا باش نوليو السياحه الداخليه اول حاجه يعني تستاهل شويه السياحه الداخليه مع راك عارف دابا حاليا السياحه الخارجيه ما كايناش نجيو نساهموا حتى حنا يمكن نساهموا في الاقتصاد نساهموا بارك الله فيك المنطقه نساهموا في الاوطان نساهموا مع الناس مع الدراوش راك عارف كتبغي تقول سيدنا نقول لسيدنا نقول له مرحبا بك مع الناس ديالك مرحبا بك في بلادك مرحبا بك مع المغاربه ديالك ونتمنوا له ان شاء الله الصحه والعافيه وطول الاعمار ان شاء الله يهز علينا الوباء ان شاء الله بحول الله بارك الله فيك شكرا اذا كما كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في احنا الان كان كما غنقولوا بالريفيه المويه احنا في المويه يعني المويه هي المرصى دابا في المرصى هنايا في الناس طبعا كل واحد مني كيجي اذا كل واحد مني كيجي كلي من مختلف المناطق هنا من اقليم الحسيمه كاين اللي كيجي من منود كيجي من 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 طبعا من بوعياش كاين اللي كيجي من ام زوران كاين اللي كيجي من الفيطان كاين اللي كيجي من اجدير كاين اللي كيجي من قيد قمره كاين اللي كيجي من ازموران حد الرواضي هو مختلف المناطق هنا داخل اقليم الحسيمه والحمد لله بعد قدوم بعد الزياره الملكيه وقدوم صاحب الجلاله للاقليم الحسيمه كنشوفوا هاد البحاره هادو يعني هاد الناس هادو اللي كيجيو هنايا يعني فرحانين وكاين الرواج
والحمد لله الحمد لله. هذا الشيء اللي كنتمناه وكنتمناه من الله عز وجل يدي علينا هذا الوباء هذا في اقرب وقت وترجع الامور كيف ما كانت من قبل. اذا كما كتشوفوا الاجواء يعني الاجواء رائعه وجميله طبعا هنا داخل هذا المرسى هذه مرسى ديال الحسيمه. الحمد لله البحاره والباركوات كيخرجوا يعني بعد هذا الريح هذا يعني اللي عرفت اللي عرف الاقليم فهاد الاربع ايام هذه او الخمس ايام هذه كان واحد الريح من الجهد وكان واحد الريح يعني البحار ما كانوش كيخرجوا وما كانش الاقبال على الحوت بزاف ما كانش يعني كما قلت. ولكن الحمد لله فهاد الايام هذه بعد قدوم صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله الاقليم الحسيمه فهاد الزياره الملكيه يعني الحمد لله كل شيء فرحان التجاره والناس طبعا وكنشوفوا الحوت وكنشوفوا الناس كيجيو يتقداو وكنشوفوا حتى يعني الناس لا البحار لا البحاره اللي كيجبدوا يعني اللي كيخرجوا للبحر ولا الناس اللي كيبيعوا طبعا هنايا الحوت في المرسى يعني فرحانين وناشطين والحمد لله وفرحانين بقدوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله الإقليم الحسيمة بعد الزيارة الملكية. إذا كما كتشوفوا شيء رائع وجميل هنا داخل هاد طبعا هاد المرسى هذه. إذا الحمد لله الأمور رجعت كما كانت من قبل يعني كما كتشوفوا إذا متتبعي قناة شوف تيفي إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.